شركة دوتلينج متخصصة في صناعة الخزائن الفاخرة، وهي تصلح أيضا التاريخية منها وتزودها بأجود المواد وفق رغبة الزبائن. زبائننا من الأثرياء جدا، وعادة ما يمتلكون كل شيء ويريدون اقتناء كل ما هو فاخر. زبائنه هم عدد كبير من المشاهير وكذلك رؤساء دول، وهو يتعامل بشكل خاص مع أمريكا الشمالية والوسطى وآسيا والشرق الأوسط. لا تهم تكلفة المادة المستخدمة ولا المدة اللازمة لتصنيعها، فالزبائن لا يساومون على الأسعار لأنهم لا يريدون إلا تلبية رغباتهم. رغبة كل زبون مغامرة. فمثلاً عندما يتعين أن تكون الخزنة مطابقة لمواصفات خزنة شهدت في أحد أفلام العميل جيمس بوند، يتوجب حينها على مصنع المعادن التفكير في الطريقة التي تجعل ذلك ممكناً. من إسبانيا خشب الأرز لصنع علب حفظ السيجار ورقائق ذهبية للقطع التاريخية وجلد التمساح من سنغافورة. حجم جلد التماسيح في سن 25 مناسب لهذا القالب. تقول مديرة قسم التوشية بالجلود إن الترقيع لا يجوز، كما تضيف: الخطأ أثناء خياطة الجلود غير قابل للإصلاح. القماش يمكننا إعادة خياطته، ولكن بالنسبة للجلد تبقى ثقوب فيه ولا يمكن إزالتها، ومصير القطعة سيكون سلة المهملات، وبعدها نبدأ بالبحث عن قطعة جلد جديدة. يبلغ ثمن جلد التمساح 2000 يورو تقريبا، كما أن استخدام جلد العجل الإيطالي الفاخر لتغليف الخزائن ليس رخيصا. معظم الزبائن هم من هواة اقتناء الساعات، لذلك أضيفت أجهزة تحرك الساعات في كثير من الخزائن من شأنها أن تحافظ على الساعات الثمينة المصنوعة يدوياً. والمدير ابتكر شيئاً آخر: هذا جهاز جيرو وايندا الخاص بتحريك الساعات، وهو الأول من نوعه الذي يجعل الساعة تدور في كافة الاتجاهات. إنه أحد منتجاتي التي أفتخر بها كثيراً. جهاز تحريك الساعات هذا يباع بأسعار تضاهي أسعار الخزائن التي تبدأ من 80,000 يورو، أما أغلاها فبيعت بنصف مليون، وحتى مدير الشركة لم يتمكن من مقاومة إغرائها. لدي واحدة في المنزل وهذا يكفي. خزنة السفر الصغيرة هذه من ابتكاراته، وقد عرض ماركوس دوتلينج بنفسه اختبار الخزنة الصغيرة ذات 14 كيلوغراماً تحت عجلة مركبة تزن 40 طناً، وقد اجتازت الاختبار. أشعر بارتياح كبير، لقد قمنا بهذه المحاولة أكثر من مرة، لكننا لم نجري اختباراً بهذا الحجم من قبل. تركيبة المواد المستخدمة تحمل أيضاً براءة اختراع للسيد دوتلينج، فهي تجمع المادة التي تصنع منها دروع الشرطة والسترات الواقية وطبقتين من الراتنج. العمل في صناعة الخزائن الفاخرة الصغيرة منها والكبيرة يسير بشكل جيد ولا يتأثر بالأزمات، لذا فهو عمل آمن بالفعل.